هذه الدرجة وصل الضيق بهن وربما الظلم الذي تعرضنا له أوصلهن إلى طلب هذه الفتوى سيد محمد، أليس كذلك؟ بلى بلى. طيب أسف جدا. نعم، هذا أمر مؤسف الحقيقة، ويدعونا نحن المسلمين إلى الوقوف وقفة مع النفس لمعرفة ربما ما يجري. ليس المعرفة فقط وحدها تكفي، وإنما التعاطي مع هذا المشهد المؤسف في تركستان الشرقية الذي يتكرر بشكل يومي، انتهاكات متتالية ومتصاعدة من قبل الحزب الشيوعي ومن قبل السلطات الصينية بحق مسلمي الأويغور ومسلمات الأويغور وأطفال الأويغور ومساجد المسلمين هناك. سيد محمد، اليوم ما هي رسالتك للعالم الإسلامي حول ما يجري من انتهاكات لمسلمي الأويغور؟ رسالتي أولا للعالم الإسلامي وللإنسانية، نحن إنسان كإنسانيتكم، الإنسانية تموت في تركستان الشرقية. بالله عليكم أدعوكم، الله فينا في تركستان الشرقية، هنا مئات الآلاف من النساء بل ملايين من تركستانيين يصرخن كل يوم من نحن، ألسنا نحن مسلمين؟ هكذا يصرخون، سبحان الله، هكذا. يعني أولا العالم الإسلامي لابد أن يعرفنا أولا، لأننا من الجغرافيا الإسلامية منذ أكثر من 12 قرن. بعد ذلك نحن تعرضنا يعني أشد الأعداء للإسلام، لأن حزب الشيوعي كما تعرف أنه شمولي ملحد ماركسي، تنكر كل شيء ويدع يعني هنا يمحو معالم الإسلام من المساجد ومن كتب العلمية ومن من كل الناحية، يعني محاربة للإسلام، محاربة للهوية الإسلامية، لمعالم الإسلام. يعني حكومة وشعبا أدعو جميع العالم الإسلامي أن يقف معنا وأن يعرف قضيتنا. قضيتنا ربما أشرف من قضية، لا أقول لا أدعي، لكن آسف، ربما أشرف من حرمة كعبة اليوم، لأن عرض المسلمين، عرض المسلمات في تركستان الشرقية تنتهك، وهنا دماء المسلمين تحرق تراق. فلذلك العالم الإسلامي لابد أن يعرف أولا إنسانيتها في قضية تركستان الشرقية، ثم إسلاميتها في إسلام تركستان الشرقية. شكرا لك. نعم سيد محمد الأويغوري، كنت معنا ضمن هذه الحلقة من برنامج مسلمون حول العالم، محمد أمين الأويغوري الباحث في مرصد تركستان الشرقية لحقوق الإنسان. إذن هذه صرخة للمسلمين حول العالم، ما يتعرض له مسلم الأويغور أصبح اليوم مكشوفا أمام العالم وليس خافيا على أحد. ربما نتغاضى ونغض الطرف عن ذلك، ولكن سنسأل يوم القيامة قطعا عن هؤلاء. المسلم لا يعيش هكذا بمفرده، والمسلم لابد أن يهمه هم كل مسلم على وجه الأرض يشعر أنه أخوه في الإسلام، لابد أن يشعر بألمه وأن يحس بما ينتهك في حقه. الحقيقة ما يحدث في تركستان الشرقية مؤلم، مؤسف، يدمي القلوب قبل العيون، ولكن لابد من تحرك. ليس الأمر الحقيقة هو لطميات أو بكائيات على اللبن المسكوب، وإنما لابد من وقفة لتحرك جاد لمواجهة ما يجري هناك، كل بما يستطيع. ربما أستطيع أنا أن أتكلم وأن أتحدث فلابد أن أفعل، هناك من يستطيع أن يكتب فلابد أن يفعل، هناك من يستطيع أن يقاطع المنتجات الصينية فلابد أن يفعل،
كل منا على حسب استطاعته. مشاهدينا الكرام، بهذا القدر نكون قد وصلنا إياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج مسلمنا حول العالم. السلام عليكم ورحمة الله.